مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، مازال كنتواجدوا بمدينه الجديده مع واحد الفنانه، يعني من فنانه مسرحيه الى حارسه سيارات، خديجه عاهد. خديجه عاهد مرحبا بك معنا على انفاس بريس. مرحبا بك جنى خويا، السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا مزيان. انا واحد الشخص اللي كنت كنمارس المسرح وكنت يعني عندي كفاءة فيه، وكنت يعني كندير المسرح بمعنى الكلمة. وتخيل من خشبة المسرح من بزاف الظروف، لا داعي لذكر الظروف، الظروف يعني اللي خلاتني أنني دابا من فنانة مسرحية وليت حارسة سيارات بمدينة الجديدة. وانا كنطالب بوزير الثقافه انه يشوف بحال هاد الناس، ماشي غير انا بوحدي اللي عندي هاد المشكل، راه بزاف الكفاءات اللي عندهم هاد المشاكل، ورغم انهم كاينين اللي دارسين المسرح وعندهم كفاءات وعندهم فين يعطي وعندهم يعني، ولكن ما لاقين لا فضاء لا دعم لا حتى حاجه، ما عرفناش اشنو غنديروا. ودابا حاليا دابا منين جات كورونا وانت يعني توقفتي العمل الفني وليتي دابا حارسه السياره؟ راه من قبل من كورونا، من قبل من كورونا من قبل من كورونا، لان راه انت عارف من قبل من كورونا راه بدات الازمه قبل من كورونا. كنتي شاركتي مع شي فرق مسرحيه النبل الجديده؟ كنت شاركت مع شي فرق وهذا، وما كملتش الظرفيات، ان ما لقاوش ما الدعم، ما لقاوش بزاف الحوايج، ولهذا السبب انا لانني انا بحكم انني هازه مسؤوليه ديال الوالده، وكان عندي اخ دابا راه توفى الله يرحمه، دابا صافي انو باش مات. وبعدين ما لقيتش الظروف الملائمه انني باش لحن، لا انا ولا الناس اللي في الفرقه وداك الشيء، ما لقيناش فضاء، ما لقيناش دعم، ما لقيناش راسي نورمال، راحنا توقفنا لان ما حاولتيش تدقي باب المسؤولين في الشأن الفني في مدينه الجديده؟ لا حاليا ما يعني ما عرفتش فين نمشي، ما عرفتش على من غندق، ما عرفتش. المندوبه يعني الجهويه النادي الجديده، مندوبيه جهويه ديال الجديده ديال الثقافه، كاين بزاف يعني كاين الشؤون الثقافيه في الجماعه عندنا. خويا اي باب كتدقوا دابا حاليا خصوصا في هذه الظروف، يعني ما كتلقاش اللي كيحل لك الباب واللي كيعطيك يعني يفتح لك اليد على مصراعيه ويقول لك فوالا اجي مرحبا وغنوريوك وغادي نساندوك وغنوقفوا في جنبك، هذا الشيء راه ما كاينش. ماشيش الفنانه يعني الفنانه ديال الجديده اللي معروفين يعني في الجديده، ان ما حاولتيش تكلمي معاهم وتوصلي لهم المعاناه ديالك باش هما انهم ربما يساعدوك ولا ربما انه يفتحوا لك شي باب ديال شي مسؤول؟ ديجا دويت مع اشخاص لا داعي لذكر اسمائهم، واشخاص معروفين لا داعي لذكر اسمائهم، ولهذا السبب انا ما نكذبش عليك تحبط، لان بعدي كتلقى غير من التحت اللي غدوي معاه وما كيوصلكش لواحد النتيجة، ما بالك غادي توصل باش تهضر مع الناس الكبار، الناس اللي هما بسطاء ما كيقدروش كاع يمدوا لك يد المساعدة. عايد انت مسرحية دابا هاي الكاميرا قدامك، رسالة للمسؤولين يعني المسؤولين على الحقل الفني في مدينة الجديدة، يعني رسالة يعني كمسرحية ماشي كحارسة سيارات، يعني كمسرحية وكفنانة. السلام عليكم. المهم انا كمسرحية ما كرهتش نلقاو فضاء، ما كرهتش نلقاو دعم مادي، ما كرهناش نلقاو. انا هذه الرساله كنوجهها للوزير الثقافه، شوف من حالنا الله يرحم لك الوالدين، لانني ماشي انا غير بوحدي اللي كاينه، راه مجموعه من الناس كفء كثر مني انا كندوي على راسي، ولكن راه ندويت على الناس الاخرين، لان اللي كيضرني كيضر اي واحد، واللي كيمسني كيمس اي واحد اللي في لوكا ديالي. كنتمنى هذه الرساله توصل للناس المسؤولين على الحقل الفني بمدينه الجديده. كنا مع خديجه عاهد فنانه مسرحيه، تحياتي.